جات وحدي تتكلم معي تقول لي هنا حقوق الأطفال وشنو، قلت لها هنا ما في حقوق، نحن كفاية الضرب اللي ضربناه في ليبيا، تعبنا في الصحراء جادرين يضربونا هنا. نحن لما جينا من هناك نفتش في حقوق الإنسان، قلت هنا ما في حقوق الإنسان. قلت لها كيف أنت بتقولي كده؟ قلت لها هاي الناس دي بيضربوا في الناس بطريقة وحشية جدا جدا. قلت لها كيف يتعاملوا؟ قلت لها نحن لزمان لما نسمع أوروبيين ما بيضربوا، قلت لها في أوروبا بيقولوا الضرب ممنوع. قلت لها طيب ليه قفلنا الحدود؟ قالوا ما دايرين لاجئين. قلت لها خلاص خلونا قاعدين، احنا ما جينا بالبحر. قلت لها في زول جابنا بالطيارة؟ قالت لي لا. قلت لها خلاص نحن بنرجع بالبحر الجنبي وخلونا هنا. فالحاجة نحن كون نقعد في البحر دي كانت عاملة مشاكل في إيطاليا في 2015 شهر 6 يوم 18 6